السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده وانتم تفرجوا في هذا الفيديو. شكرا خوتي على الكومنتات الزوينه وعلى البارطاج وعلى الاشتراكات، وتحياتي للاخوان في ما كانوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الان حنا كنتواجدوا في كاراكشو، حي زوين معروف في مدينه بركان بحي كاراكشو. عندنا واحد المنزل هنايا اللي فيه 108 متر تيتري مريقل. المهم غادي ندخلوا نشوفوا المنزل من الداخل، وقبل ما ندخلوا غادي نشوفوا المنزل من الخارج. وما تنساوش خوتي البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد مع عبد اللطيف القنوري. ويلا نشوفوا المنزل من برا. بالنسبه للمنزل جاء في حي زوين، حي كاراكشو. كما كتشوفوا الواجهه ديال المنزل هي هذه اللي فيها ثلاثه ديال السكنات، السكنه لتحت والسكنه في البروميان والسكنه في الدوزيام زائد الكراج والسطح. المهم بالنسبه للمنزل اللي فيه 108 متر جاء في هذا الحي ديال كاراكشو. كما كتشوفوا حي زوين كالم، يعني حي معنى الكلمه. بالنسبه للمنزل عنده هنايا 22 شجره ديال الزيتون وجوج ديال الكرمات. تقريبا كل واحد عنده هنايا بلاصه فين يدير الجرده ديالو. بالنسبه للجرده هي هذه، غادي نطلعوا ان شاء الله للسطح باش تشوفوا الجرده ديال المنزل. حي زوين معروف في مدينة بركان بحي كاراكشو. بالنسبة للواجهة ديال المنزل هي هذه، كما كتشوفوا تبارك الله واجهة يعني ممتازة، فيها ثلاثة ديال السكنات. بالنسبة للإنسان إلا كانوا بغاو يسكنوا فيها جوج ديال الخوت ولا ثلاثة ديال الخوت ولا، راها ممكن فيها ثلاثة ديال السكنات، فيها لتحت الرتشوسي والفوق البروميان والدوزيام. كما كتشوفوا فيها البيوت من هذه الجهة، هذه البيوت من الجهه اللي ملهيه. المهم باش ما نحرقوش المراحل ندخلوا نشوفوا ان شاء الله السكنه. بسم الله على بركه الله. الدخله ديال الباب هي هذه، الدخله هي هذه. عندنا هنايا جلسه، هنايا جلسه معتبره كما كتشوفوا. انتم تشوفوا الجلسه، ندخلوا نشوفوا. بسم الله على بركة الله، هذه هي الدخلة ديال الباب. الدخلة تبارك الله واسعة كما كتشوفوا، ها انتم تشوفوا دائما على اليمين كاين صالة، صالون تبارك الله بالقبس ديالو، بالستالاسيون ديال لاكليم، بلاصه ديال التلفازه كما كتشوفوا بالقبس. المهم ريكله. عندنا هنايا لابابو، ها هو مور الباب، غادي نشوفوه جميع. نسدوا الباب، المهم الباب هي هذه. عندنا هنايا لابابو، بلاصه ديال التلفازه، القبس. وسط الدار تبارك الله متسع. عندنا هنايا السرجم اللي كيطلع على برا، عندنا هنايا جلسه، جلسه هنايا صالون مونجي، الضوايا الفوق، الضوايا. عندنا هنايا كوزينه، كوزينه كما كتشوفوا تبارك الله متسعه بالبلاكارات ديالها، بالقبص ديالها، بالزليج، بكل شيء. كما كتشوفوا الزليج الرخام، بلاكارات، يعني تبارك الله كوزينه مجهزه. نمشيو نشوفوا البقيه. عندنا هنايا كراج، هنايا الباب باش تدخل للكراج. الكراج تبارك الله متسع، يعني تبارك الله كما كتشوفوا كراج متسع، حتى هو فيه القبس، انستالاسيون ديال الضوء ديال الماء. عندنا هنايا
دروج فاش تطلع البروميان والدوزيام والسطح، وكاين هنايا حمام صغير، عندنا هنا حمام اللي جا تحت الدروج، بالنسبة للكراج تبارك الله متسع، عندو الباب ديالو هنايا باش تدخل للسكنة. بسم الله على بركة الله، نطلعو نشوفو البقية ديال البروميان. كما كتشوفو الدروج تبارك الله رخام، القرياج تبارك الله فيه الخشب والحديد كتشوفو. بسم الله كل واحد السكنة ديالو. هذه هنايا الباب ديالها، هنا عندها السكنة، هنا كتدخل كتلقى السكنة. كما قلنا الانسان الا بغى يكون جوج ديال الخوت ولا كل واحد السكنة ديالو. حنا دابا دخلنا البروميان، كتلقى وسط هنايا صالون والقفص ديالو بالزليج، مهم مريقل الضوايا. نشوفوا هنايا عندنا هنايا حمام، هنايا لابابو، عندنا هنايا حمام كما كتشوفوا متسع بلاشاس ديالو بلابابو بكل شيء. عندنا هنايا بيت، بيت عنده سرجم كيطلع على برا كما كتشوفوا بالقبس ديالو بستلاسيون لاكليم ديال التلفازة بكل شيء. المهم هنايا السرجم ديالو كيطلع على برا، يعني ما قبالتك حتى شي واحد، بلانات خاويين. الجردة اللي قلنا لكم هي هذيك اللي فيها 22 زيتونة وجوج كرمات. بيت متسع، وسط الدار تبارك الله متسع كما كتشوفوا. كما قلنا لكم هذه صالون عندها السرجم كبير تبارك الله متسع اللي كيطل على برا. تصميم زوين ديال القبس، صالون تبارك الله متسع فيها جوج ديال البيوت، حمام وكوزينة. هذا البيت الثاني، البيت كما كتشوفوا تبارك الله تصميم زوين ديال القبس، استلاسيون ديال الضوء. هنايا كاين بالكو، بالكو ها هو بالكو تبارك الله متسع. ما عندناش، شوفوا هاد السيروت، ها هو البالكو تبارك الله حتى هو متسع. كاين البيت كيخرج عندو البالكو، نمشيو نشوفو الكوزينة. هذه هي الكوزينة، تاهي بالرخام ديالها بالبلاكارات
هذه هي الكوزينة بالقبص ديالها مسائية كاملة. السرجم ديال الضواية بلاكارات لتحت خشب، بيبان خشب، الرخام، بالنسبة لهذه السكنة البروميان فيها جوج بيوت وكوزينة وصالون كبير كما كتشوفوا وسط الدار زائد الحمام. نمشيو نشوفوا إن شاء الله الدوزيام اللي باب ديالو بوحدة، السكنة مستقلة بوحدها. دائما كنذكركم ب 108 متر تيتري في حي كراكشو. السكنه الدوزيام هي هذه، حتى هي مستقله عندها الباب ديالها بوحدها، كتحل الباب كتلقى السكنه تبارك الله متسعه كما كتشوفوا. الدخله ديال السكنه تبارك الله هي هذه، كتلقى صالون متسع وسط الدار تبارك الله متسع، تصميم زوين ديال القبص. تقريبا السكنه بحال البروميان بحال الدوزيام. عندنا هنايا حمام، لابابو، مرايا، عندنا هنايا حمام، حمام هنايا حتى هو بحال لتحت متسع، لابابو ديالو بلا شاس بكل شيء. عندنا هنايا البيت، هذا هو البيت الاول، تصميم زوين ديال القبص، انستالاسيون تاع لاكليم تاع التلفازه كلشي خدام. استغفر الله. عندنا هنايا السرجم ديال يشوف لبرا للطبيعه، يشوف الكاب دولو البحر. بيت متسع تبارك الله. نمشيو نشوفو البقية. كما كتشوفو وسط الدار تبارك الله متسع، زائد الصالون، هذا هو الصالون تبارك الله، عندو سرجم تبارك الله كبير ما شاء الله، اللي كيطل على برا وتشوف الطبيعة وتشوف الجو الجميل. بلاصة زوينة كالم هادئة، تصميم زوين ديال القبص، وكذلك لافينيسيو كل شيء تبارك الله مقاد. بالنسبة للزليج نوع جيد، وكذلك خدمة ديال القبص لافينيسيو، استلاسيون ديال التلفازة ديال لاكليم ديال كل شيء خدام، لابابو، المسائل كل شيء. وبالنسبة للسكنة مستقلة، عندنا هنايا بيت الثاني، البيت عنده هنايا بلاكار من القنت للقنت، بلاكار كبير، تصميم هائل ديال القبص تبارك الله، سامبل ديكورات. بلاصة ديال الناموسية هي هاديك. عندنا هنايا بلاصة ديال التلفازة، عندنا هنايا بالكو كتخرج للبالكو كما شفنا لتحت، السراجم كلشي يطلع بالضو يهود بالضو. عندنا هنايا كما كتشوفوا بالكو اللي كبير ما شاء الله. بالكو يخرج للبيت. إذن هذا هو البيت الثاني كما كتشوفوا تبارك الله، يعني شي حاجه اللي زوينه ما شاء الله. هذا هنايا حاليا دابا راه بيت، تقدر تردو كوزينه، لحقاش انا ثلاثه السكنات كاين تحت وكاين البرومير والدوزيام مستقلين.
انا دابا حاليا راه بيت بالتصميم ديالو تبارك الله بالقبس بمسائل كل شيء ضوايا غادي نمشيو ان شاء الله نشوفو السطح. بسم الله بسم الله على بركة الله. كما كتشوفوا السطح تبارك الله مشمش مزلج مريكل الشمس. اذا السطح هو هذا. فيه الضوء فيه الماء فيه السقايات فيه كل شيء. يعني انتم تشوفوا يعني مدينة بركان كاراكشو. اثنين وعشرين شطبة ديال الزيتون زائد جوج كرمات تقريبا كل واحد داير كاع هادو اللي هنايا دايرين هاد الجردات هادو اللي فيهم الزيتون وفيهم كل واحد شنو داير ونفصل الدار ديالك. إذن هذه هي الجولة تاعنا في هذا المنزل الجميل اللي فيه 108 متر تيتري محفظ. ما تنساوش البارطاج، ما تنساوش دائما خوتي البارطاج والاشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد مع عبد اللطيف القنوري. وبقية ان شاء الله اللي خصو شي معلومة ولا شي حاجة يتصل على الرقم الهاتف غادي نحطو ان شاء الله في الشاشة. ومرحبا بالجميع.